مدينة الثقافة والعلم والأدباء والشعراء ومدينة الجوادين، إنها مدينة الكاظمية، إحدى المدن العراقية القديمة ذات التاريخ البغدادي العريق. تقع المدينة شمال العاصمة بغداد على الضفة اليمنى لنهر دجلة بجانب الكرخ في مقابل مدينة الأعظمية، ويحدها من جهة الشرق نهر دجلة، ومن الغرب أراضي الغرابية، ومن الشمال مناطق التاجي، ومن الجنوب أراضي العقيدات، وترتبط بجانب مدينة الأعظمية بجسر الأئمة. أنشأ أبو جعفر المنصور العباسي مدينة بغداد عام 145 للهجرة، وجعل موضع مدينة الكاظمية الحالية مقبرة خاصة سماها مقبرة قريش الكبرى. ولما توفي ابنه جعفر الأكبر سنة 150 للهجرة كان أول من دفن فيها. ولما توفي الإمام الكاظم رحمه الله سنة 183 للهجرة دفن في تلك المقبرة، حيث مرقده الشريف اليوم. ودفن من بعده حفيده الإمام محمد الجواد عام 220 للهجرة، وسميت المدينة باسم الكاظمية تيمنا وتغليبا لاسم الإمام الكاظم عليه السلام. ثم دفن فيها أبو يوسف القاضي الأنصاري سنة 182 للهجرة. كان لمدينة الكاظمية دور مهم في الحياة البغدادية السياسية والاجتماعية قديماً وحديثاً، ففيها عدد من العائلات التي كان لها دور بارز في مواجهة الاحتلال البريطاني في بداية القرن العشرين، التي شهدت ثورة العشرين ضد المحتل الإنجليزي. ورغم طابعها الديني، إلا أن هناك الكثير من الشخصيات السياسية من ذوي التوجهات الليبرالية والقومية الذين تخرجوا من أشهر مدرسة في المدينة، وهي مدرسة المحلة التي تخرج منها أشهر علماء الكاظمية، بينهم الدكتور حسين علي محفوظ والوزير عبد الصاحب حسن علوان وعالم الاجتماع علي الوردي الذي أغنى المكتبات العراقية بمؤلفاته المختلفة. ومن المدينة أيضا شخصيات عراقية بارزة في الأدب والتاريخ والتراث، مثل الشيخ محمد مهدي الخالصي، وشخصيات حكومية تولت مناصب مهمة في الدولة العراقية الحديثة أثناء الحكم الملكي وبعده، مثل عبد الحسين الشلبي، وهو أول وزير معارف في حكومة عبد الرحمن النقيب عام 1921. ومن الشخصيات التي لا تزال حاضرة لدى الكواظمة الشيخ عبد المحسن الكاظمي، الذي يلقب بشاعر الفطرة والارتجال والوراثة، وأيضاً لقب بشاعر العرب الذي فارق العراق عام 1897، الذي قال: يا أيها العرب الكرام ثقوا، أنتم لباب الناس إن نخلوا. ومن شعره الوطني الذي نادى فيه إلى الوحدة بين شعوب الشرق والتسلح بالإيمان والأخلاق الرفيعة في مواجهة الأجنبي المستعمر: قل للذي رفعته في الورى شيم فوق الذي قد سما في الناس وارتفعا، لا تأمنوا عثرات الدهر وارتقبوا،
فربما حطم الأطواد واقتلع. إذا جعلنا لنا من سعينا سبباً فقد وصلنا به الحبل الذي انقطع. قد آن من أن يقول الصادقون لنا إن الزمان بأمر الشرق قد صدعا، وآن أن ترجع الأيام هاتفة أن الجلال إلى أوطانه رجعا. قوى التعارف بين الشرق لا وهنت، وطائر الشرق بعد اليوم لا وقعا. لا ضاق في الأرض ذرعا، كل ذي أمل يرى له في مجال السعي متسعا. خططت مدينة الكاظمية وبناياتها حول المرقد الشريف، حيث شكل المركز الذي تتجمع حوله الأحياء السكنية والأسواق والمحلات، حيث ينعطف نهر دجلة الخير من مدخل قضاء التاجي نحو الجنوب الغربي ملتفاً حول المدينة متجهاً إلى الغرب، ثم ينحدر جنوباً نحو بغداد من داخل العطيفية. وكانت الكاظمية في وسط غابة جميلة من النخيل والأشجار الباسقة. هذا شارع باب المراد بمحلات قديمة من تبتدئ من الدبخانة، البحية، القطانة، عندك الشيوخ، هاي كلها مناطق محيطة بالكاظمية. المباريين من المناطق القديمة، عندك بعد عندنا مناطق أخرى عدا القطانة، هو الشارع المؤدي إلى شارع الشريف الرضي. شارع الشريف الرضي هذا من المناطق القديمة. عندك منطقة الشيوخ قلنا، والمباريين من المناطق القديمة كلش. طبعا هذا الشارع يحكي وقت وفاة موسى بن جعفر، من نصير يعني مناسبات، فيقصدون من كل جانب ومكان، يعني مو فقط من الكاظمية، من كل المناطق القريبة منها والبعيدة. مثلا نجي على الأعظمية، أكو ترابط كان قبل بين الأعظمية والكاظمية. وعندما توسعت الكاظمية وكثر سكانها الذين كانوا خليطا من العرب والأعاجم الذين قويت شوكتهم على حساب القبائل العربية، فأخذ العرب يبحثون عن الحلول لإخراج أنفسهم من هذا المأزق، فجاءت بعض القبائل العربية نازحة إلى مدينة الكاظمية، فبنوا لهم فيها حارات وأسموها بأسماء قبائلهم التي منها أبو حية من طي والأنباريين والإسميرات والكنعانية وكنانة والبهيازع والجبور وغيرهم. طرف البحية قديم، يعني قديم قديم، هذا كان جامع، كان قاع جو أهل الخير. هذا كان قاع، هذا مو كان جامع، جو أهل الخير، شيبة من كبار السن اجتمعوا وجابوا من السكاليل خشب وما خشب، وهذا سووا جامع بهذاك الوقت، وما اشتكوا عليهم وخلوه جامع. بعدين جو أهل الخير شافوا هذا جامع، وصحيح جامع بس كله باري، وهذا جاء ابن الخير الزمة فلسة للقاء وسواه ترتيب هالترتيب هذا، صار مرتين من فلشو، والسعية ممتاز كانت على النيات، على النيات هاي فلشين فلش واحد وماشي الدنيا، السعية وين والدنيا وين.
أصبحت المدينة قبلة أنظار التجار والكسبة وأصحاب الحرف، وامتهن الناس إضافة إلى ما كانوا عليه مهناً أخرى كصناعة الجلود في المنطقة التي جاء اسمها من تلك الحرفة الدبخانة. وفي مكان آخر شاعت تجارة القطن وبيعه وتصنيعه، فسميت المنطقة بالقطانة. ويتخلل هؤلاء الناس سكن الأجانب من الفرس والهنود والأتراك والأفغان، ولكل من هؤلاء أزقة أي درابين أو عقود تتجمع فيه بيوتهم تسمى بأسمائهم. وتتخلل تلك البيوت مقاه شعبية معروفة ببساطتها، وبعض الحوانيت ومعامل النسيج الصغيرة اليدوية التي كانت المدينة مشهورة بها منذ زمن طويل. أهالي أهل الكاظمية الكرام كما هي أغلب مناطق بغداد كانوا القديمة بالذات كانوا يمتهنون الحرف البسيطة. أشهر حرفة بالكاظمية الذين من قبلنا ونحن أيضا قد أدركنا ذلك حرفة النساجة والحياكة، كانت مشتهرة في الكاظمية المقدسة إلى الوسطاء منهم. مناطق الكاظمية القديمة بالذات توسعت، مثلا المنطقة التي نقف فيها الآن نحن هي محلة الشيوخ، لكن منها فروع النعشخانة هنا، عقد السادة هنالك، المدرسة الإيرانية هكذا، هذه محلة القديمة، محلة القطانة المحلة الثانية القديمة، محلة الدباغخانة أيضا نسبة إلى الدباغة أهلها يمتهنون الدباغة. هنالك التل أيضا، منطقة التل المنطقة الكبيرة، وبالمناسبة اسم الكاظمية قديما كان يعرف بالتل الأحمر، هكذا يعني عرفت الكاظمية المقدسة. ثم بعد ذلك مثلا تأتي منطقة العقيلات أيضا من المناطق القديمة. بعد ذلك توسعت أصبحت العطيفيات بمعناها العام، عدة مناطق، العطيفية الأولى، الثانية عطيفية الجسر نحن نسميها أيضا، هذه مناطق استحدثت. وبعد ذلك توسعت حتى منطقة العقيلات إلى منطقة الآن مثلا هي قرب الجراج الحديث، حي الحسين حاليا مثلا يعرف أيضا تابع للكاظمية، حي البتول الآن الذي كان سابقا أيضا مجمع، وهكذا. ثم بعد ذلك أنشئت منطقة الضباط وهي الآن من مناطق بغداد الحديثة جدا. منطقة الضباط هي بالأساس كان المسلخ، يعني مكان ذبح الأغنام، المسلخ هنا كان. بعدما أزيل تأسست مستشفى الكاظمية التعليمي، ثم بعد ذلك توسع الطريق وأصبحت مدينة الضباط من المناطق الشهيرة. كانت أولى العربات في العراق هي عربات الترامواي في مدينة الكاظمية التي أسسها الوالي مدحت باشا، فكان ثاني حدث مهم بعد الباخرة في تاريخ النقل في بغداد. وتأسست الشركة في أيار عام 1870، وعربة الترامواي الكاري ذات الطابقين تجرها الخيول على سكة من حديد. من أسواق مدينة الكاظمية القديمة والمشهورة سوق الاستربادي، حيث يشكل موقعاً مهماً بين الأسواق البغدادية القديمة، كونه أنشئ نحو 150 عاماً تقريباً أثناء العهد العثماني في العراق في أيام حكم الوالي مدحت باشا عام 1863. ويمتد السوق بشكل أفقي البناء، تعتليه جملونات من الصفيح السميك بشكل هرمي. يرجع هذا السوق إلى عائلة عراقية عربية أصيلة بيت الإسترابادي، هم الذين أسسوا هذا السوق. ويقع هذا السوق مقابل باب القبلة، للسوق بابان، ليس يعني ليس باب تغلق أو تفتح، مدخلان، مدخل من جهة باب القبلة ومدخل من جهة جراج سامراء وسيد محمد. يتوافد إلى هذا السوق كافة الزوار من الدول العربية والعراقية. الخليج بالسابق كان في السوق غرف خاصة يأتي إليها الأتراك والإيرانيون والخليجيون.
يباتون في هذا السوق لقربه من مرقد الإمامين عليهما أفضل الصلاة والسلام. في هذا السوق المحلات التي تكثر فيه البضائع مثل بضاعة اليشماغ، محلات اليشماغ والغترة والعباء العراقية والفوط العراقية والعبي العراقية والعباء الرجالية، ليس فقط للملابس النسائية وإنما للرجالية. ورغم ما يعانيه السوق من تآكل في معظم بناياته القديمة، إلا أنه وفي الكثير من أجزائه ما زال شاخصاً يصارع الزمن دون أن تمتد إليه يد الإعمار والترميم من المهتمين بتراث أسواق بغداد لتصلح ما أفسده الدهر كما يقال. هذا السوق يأتي العراقيون كافة من كافة محافظات القطر للتبضع من هذا السوق، الملبس، المأكل، الأشياء التي يحتاجها الزائر العراقي موجودة في هذا السوق الاسترابادي. وله المدخل الثاني الذي يأتي من الدجيل ومن بلد ومن سامراء ليتبضعون من قراد السيد محمد. من ميزات سوق الاستربادي وربما أبرز ما يتميز به وجود أكثر من محل لبيع العباءة الرجالية بكل أنواعها بين البشت الخليجي والبصري والأحوازي، إضافة للعباءة العراقية الجنوبية. ولسكان الكاظمية تقاليدهم الاجتماعية والتراثية الخاصة حتى في ألبستهم، كما هو حال مناطق بغداد القديمة، ولا تزال بعض من هذه الأزياء ظاهرة للعيان. تعد أسواق الكاظمية من مركز تصنيع وبيع العباءة النسائية، وهي من نفائس الموروث العراقي التي بقيت محافظة على أصالتها منذ بداية ظهورها حتى يومنا هذا، ولتكون رمزاً ودليلاً للمرأة العراقية، بل سر جمالية تتميز بها. ولا عجب أن الفولكلور الغنائي العراقي تغنى بصاحبة العباءة فكانت أغنية: يم العباية حلو عباتك، من أجمل الأغاني الشعبية في العراق. وقد صار هذا الزي المتعارف عليه في المناطق القريبة من نهري الفرات ودجلة ابتداء من مدينة الموصل حتى مدينة البصرة، بل يمتد هذا التأثير العراقي حتى سواحل الخليج العربي. وأهم خصوصيات هذا الزي هي العباية والفوطة والشرغد، أي غطاء للرأس يشبه الحجاب حيث يطغى عليه اللون الأسود. الفوطة يعني شو أقول لك، من الستين فوطة البريسم، يعني من ذاك الوقت نشتغل بيها، هي يسموها صناعة حرفية. يعني شو أقول لك، سنة السبعين جت يعني نوعية ربطة، بدايتها الربطة. فأخوتي قالوا هاي شلون ربطة، حتروح هاي الفوطة بوقتها. قالوا هاي الفوطة حتروح شلون بالمثل، لأن هاي بديلها إجي. فسبحان الله والدي كان عايش بوقتها يعني بالسبعينات، قال له بابا هاي ما تروح. قال له ليش يابا ما تروح؟ قال له هذا ستر للمرأة، الستر ما يروح. يعني فشنو يعني بيا سنة هسه 2017، كم سنة صار له؟ يعني 40 سنة. يعني شغلتنا احنا ما تروح، الحمد لله ما طول ستر للمرأة.
وعندك العباية هماتين، يعني هسه قد تقدر تشوف هسه هذا اجى بالجديد، يعني اكو ناس ما تتقبله يعني صراحة، بس نوبات تجي عالم تريد من عنده، بس ذيك مالتنا القديمة باقية، يعني هاي بدون نقشة وبلا طلبية، يعني شنو يعني جبناها، يعني هاي القديم شي حرف ما يروح. ما زالت أكثر المدن العراقية ترتدي نساؤها هذه العباءة لما لها من ارتباط بالجذور، رغم إجراء تعديلات عليها في النوع والشكل، وهناك ما هو مستورد. أما العباءة القديمة فأصبحت النساء المسنات أكثر استخداماً لها. إن عباية عراقية مخيطة عبادنا العراق، وعندنا القماش، ونزلت السلعبيد جدا انه هذني اللبنانيه طافوله والبحرينيه المزدوده، شويه صار عندنا طلب عليها هذني الاسماء العبيد. هو جاهز لو انتم تشتغلون؟ لا، احنا بالنسبه للعبيد يجينا كل القماش من دبي، كور وصين ودبي واندونيسيا، من يوصل عندنا العراق انقطعه انه القماش، يكون ناس يطلبون قماش، يطلبوا لك عبايه جاهزه خيطوهم على راحتهم هم، من ناحيه الطول الردين الفيكات بالعبايه، ومن ناحيه القماش هذا احنا اهم خيطه، هذا يعني شغلنا احنا، يعني مو هي عبايه لبنانيه انه هي من لبنان، بس طرحت التسميه هنا عندنا سموها عبايه لبنانيه. من تقاليد اهل الكاظميه الفلكلوريه التراثيه عنايتهم الفائقه بطعامهم وشرابهم، فهم يتفننون في صنع الطعام والمشهيات التي تتم المائده، فالمدينه تشتهر بمطاعم الكباب العراقي المشهور والأكلات الشعبية الأخرى، وكذلك أكلة الكبة والباتشة التي لها مكانة مرموقة في أذواق البغداديين، وخاصة الذين يعملون في مهن تتطلب القوة البدنية كالحدادة والبناء، فكما هو معروف أن تناول الباتشة صباحاً يغنيهم من الجوع إلى حين عودتهم إلى البيت. هناك أيضا محلات خاصة للحلوى الدهين مع أنواع أخرى من الحلوى، إلى أن دهين النجف الشهير هو من يهيمن عليها، ويعود تاريخها إلى عصر الدولة العباسية، وكانت تعرف باسم اللوزنيج، ويروي البعض أن الدهين انتقلت صناعته من الهند إلى مدينة البصرة، ومن ثم إلى النجف، حتى صارت من أشهر أنواع الحلويات في المنطقة، وتعتمد صناعة الدهين على نوع الطحين والسكر واللوز أو السمسم والمبروش من جوز الهند. التراث البغدادي وخاصة في المدن القديمة كمدينة الكاظمية يتعرض للاندثار والتدمير، وتتشوه معالمه بسبب الإهمال الرسمي الكبير، فقد أهملت منازل كظماوية وبغدادية تراثية كثيرة بهدف بناء بنايات حديثة مكانها، ورغم هذا الإهمال إلا أن مدينة الكاظمية لم تفقد بريقها ومكانتها العريقة.